خلاص سيبها من الفزع والهلع اللي هو اول ما يطلع السجن كل همك تقول الدايجنوز. على فكره كل الناس بره ما بتهتمش خالص بالتشخيص، عبط في التشخيص زي ما انت عارف، بس يعني قول بص وبعد كده قول تشخيص افضل ما يجراش حاجه. في حين العكس بقى عندنا احنا هنا في مصر اهم حاجه بالنسبه لهم التشخيص، which is wrong. صح انك انت يو اليسيت ذا فايند وبعد كده عرفت تطلع منه تشخيص خير وبركه، ما عرفتش يبقى بعد شويه هتعرف، لكن في الاول البيزكس انك تطلع الفايندز الاول. يلا يا ريس. ريتروجريد سيستم اسمه ايه؟ ريتروجريد. يعني ايه ريتروجريد؟ في حد من اليوريسرا اللي هو اسيدنج سيست يوريسرا كام دي برضه كويسه؟ طيب يبقى ascending او نقول retrograde. ما integrate بيكون ازاي؟ يبقى في كده. في كده؟ اه بيبقى سين اوكي. ها قول. في الانتيريور لسترا سموث سموث اوت لاين، مفيش فيلم ديفكت فيها. لا لا خليك كويس. ها استنى بس. عاوزين as much as you can تتكلم كلام علمي. خلاص؟ ما تقولش دي مش عجباني ولا الحته دي شكلها وحش ولا مش عارف ما فيش فيلينج ديفكت، يعني نص عربي نص انجليزي. قول كده على طول والله المستعان. انا مش يعني المقدمه اللي انا قلتها مهمه جدا يا جماعه عشان ما حدش يحس باي نوع من هتبقى تاني وقت، صح ولا ايه؟ يبقى اللي انا شايف
هو عبارة عن ناروي in the urethra وهذا الناروي بيساوي ايه؟ استريتش. لما اشخص استريتش في اليوريثرا المفروض ايه الحاجات اللي انا اقول مش موجود مش موجود مش موجود؟ مفيش فيلينج ديفكت، مفيش دايفرتيكولا، مفيش فيستر، صح ولا ايه؟ يعني الاستريكشن ديت هي اسباب الاستريكشن اللي هي بتحصل. بس ما يجراش حاجة لو كانت بوستيف ناتشورالي أو ايتروجينيك، ايتروجينيك يعني معمولة بفعل فاعل زي ما بيقولوا عندنا كده في الامتحانات إن في واحد دخل منظار دخل مسطرة دخل معرفش إيه فعمل انجري تو ذا يوريثرا. يبقى لما بنقول في ستريكشر يسرا بنقول إن مفيش فيستلا سبلات، بنقول إن مفيش فيلم ديفكت، بنقول إن مفيش دايركتيكولار أو كوتش. كويس، يبقى دوت إيه؟ ستريكشر يسرا. دكتور بس في الميري يوريثرا في الجزء ده بالذات الواحد متعود ان هو بيشوفه حتى ساعات ما مظبوط. And this is normally is not preceded by dilatation ولا بعديه في dilatation من التسموس كاليبر اوف دايز، لان اليوريثرا وهي بتعدي في البيتريك فلور فعلا بيكون فيها ريلاتيف ناروي بس ما بيكونش قبليها dilatation. بس الاكسترا بوزيشن كتير جدا في اليوريثروجرافي بالذات لو كانت اليوريثرا اليوريثرا ستريكشر از فايت، وبالتالي وانت بتحن اجين بايت بريشر بتضطر السبب تخرج بره، تخرج بقى في الكربورا كالونوزا، تخرج في الفينز، تخرج في اي حاجه ثانيه. This is very common situation بنشوفه in the clinical practice بالذات في القصر العيني، لان اللي بيعمل في كده هو ذا موست جينيور ريزيدنت على الاطلاق. اول تجارب الريزيدنت في الاشعه هو الوحده بتاعه المسك، واكثر حاجه هو بيعملها في حياته الاسل بيعمل 20 30 حاله مثلا في اليوم ولا كده، فبتلاقي الحق بمنتهى العنف وبالتالي الثروه بتطلع في حته كده. البروستاتيكتومي بعد لما البروستات بتتشال بيحصل في اليوريثرا حاجه اسمها بوست بروستاتيكتومي باوتش، ان ذا بوستيريور يوريثرا از مور كاباشيس نتيجه انك انت ريموفد ذا سراوندينج بروستاتيك تيشو. لكن الهيستوري از امبورتنت وكذلك المنظر بيبقى فيري كلاسيك ان ذا بروكسيمال بارت هنا الحته اللي كانت فيها اليوريثرا. اللي بعد بس من علامات الثقة في النفس أو الصوت العالي أو أي حاجة كده تسمع جميع المخاليف. يومين اللي بنظر الناس مش احنا اتفقنا نقول أول شيء الفحص سي تي بلبس. نعم سي تي بلبس سي تي أو بلبس بالسبعة ولا بالفين؟ لا وسكنتش لما تقول بوست كونتراست اكسيال سي تي اكسامينيشن او سي تي سيكشنز انت بيلز، صح كده؟ اوصف بقى. في يورين بلادر فيلينج بيكس شوينج ليس، مش عارفه ازاي. ما هو ده دورنا احنا بقى دلوقتي عشان انت في الامتحان خلاص انت ايه ده يعني فلان فلان على طول. طب اوصف لي صح كده؟ ادي اتهابل سبيس الكورس اللي انا بحكي لكم عليه ده. ايه ده فلان الفلاني؟ طيب قلنا الوصف احنا ما كناش في كورس ضعيف على فكره، انا ادفانسد ام ار اي ايمجي كونديشن يعني ما فيهوش مجال وصف ولا اخذ ولا عطاء ولا كلام كده، لكن مش بي ايبل تو ديسكرايب اللي انت شايفه يو نو ذا دايجنوزس. لكن الامتحانات العقيمه بتاعتنا لازم ترغي وتقول كلام، وفي ناس محترفه، ناس
ليكن بها المبتعث. And now looking at هذه الثلاث أربع كلمات ما لهمش لازم تمام. Axial post contrast CT examination of the pelvis especially concentrating on the true pelvic area. And I see that the renal bladder is adequately distended with urine and there is a urine contrast fluid level. Inside the contrast fluid level, I can see a well-defined soft tissue mass inside the renal bladder. And through this mass, I can see some of the contrast media going through, indicating that the mass is not homogeneous and there is areas of breakdown. But I cannot identify any matrix calcification. Meanwhile, I also noticed that the prostate is enlarged and indented diurinary blood with homogeneous CT texture and the periprostatic fat glands are preserved. There is no evidence of prostatic concretions or areas of breaking down. The enlarged prostate measures. Again, that will bladder mass, right? Back yourself. Bladder mass with his dictator kit. Liquid. Make it that. Good. See that when I can see him, it's fine. I'm good in the back. And there is a mass inside the bladder. Sah, kena? Okay. And what do you think this mass is? بس انا مش عاوز تعمل بايدك ولا بكتفك خلاص عشان دول بيستفزوا انا لا انا مش مستفيد مش مستفز لكن ايه ما تعملش كده ولا عشان هم هيستفزوا قول في ناس ينزل دبابه في مستفز مالجنسي او مالجنسي طيب زي ايه يعني المالجنسي دي؟ بمعنى اخر يعني ليكوما رادومان ساركوما بلادر كارسينوما ترانزيشنال سيل ترانزيشنال سيل كارسينوما اوكي and you see a mass inside the renal bladder and the mass مشابكه في الوول بتاع الرينال بلادر زي ما انت شايف من ورا is adherent to the prostate and you know that most of urinary bladder masses are malignant and of the transitional cell type. طيب لو حد قال لك الناس دي تنفع تكون blood clots تقول ايه؟ ينفع كبيرة أوي على blood clots دي كبيرة جدا طيب ايه اصغر ماسس كان اوكي انسايد ذا رينال بلادر؟ It's not inside the blood, it's indenting the base of the blood in the prostate of the neck, especially the median lobe. We indented the base of the blood and we back in the whole world. Lakin, if the mass is mobile, and you should consider calculi, blood clots, hagas like it. And if the mass is fixed and you consider benign and the malignant lesion. بناين زي ايه؟ بيلس دابلوما ما اعرفش ايه الكلام اللي هو دوت مالجنت اللي هو ترانزيشنال سيل كارسينوما باي فار از ذا موست كومن وان ابيرنج ان ذا رينال بلادر از ويل از ان ذا رينال بلفس از ويل از ان ذا يوريتر and you know that transitional cell carcinoma can occur multifocal and whenever you diagnose cancer bladder بالذات في الامتحان and you should look to the kidneys and you should look to the ureters علشان تلاقي واحدة تانية في اليوريتر أو تلاقي واحدة تالتة في الرينال بلس. Then the prostate is also enlarged علشان دوت راجل وعنده 78 سنة. Then do you think that this is malignant prostate ولا لا؟ لا. ما تعرفش في السي تي. السي تي أضعف واحد على الإطلاق في التفرقة ما بين البناين بروستاتيك هايبرتروفي و البروستاتيك كانسر. ايه علامات البروستاتيك كانسر في السي تي؟ السؤال دوت معناته ايه علامات المالجنسي في البروستات؟
ايه علامات المالجنسي في اي حته؟ انفيجن، ميتاستاتيك نيمفادينوباثي، ديستركشن اوف ذا بيتريك وولز، اي علامات مالجنسي في اي حته. لكن if this the process may be indenting the bladder base, you cannot say that this is benign or malignant. And you have to do transrectal ultrasound. And this is the most sensitive technique. The transrectal ultrasound أحسن طريقة في ال evaluation of the prostate. أحسن من ال MR. لكن ال MR لو عنده إيده كويس اللي هي بندخلها في الريكتر ونصور بيها البيلفيك فلور والبروستيت يبقى كويس. إيده ريكتر كويس هيبقى زي الترانسريكتال ألتراساوند. لكن الألتراساوند ما زال متفوق لأنه بياخد بايوبسيس. ال MR ما يعرفش ياخد البايوبسيس. وبالتالي يريد قبل ما الواحد يعمل ترانسريكتال ألتراساوند إنه يعمل البي إس إيه الأول علشان if he's going to have a biopsy يبقى هو is ready ياخد الإيه. And this is urinary bladder carcinoma, and you should know معظم المسج in the renal pelvis and in the renal bladder are usually malignant. عندنا على ال right side في trans abdominal ultrasound على left kidney غالبا. وفي على الليفت سايد في اكزيال سي تي ابدومين ويز اورال كونتراست. انا مش شايف الاورطه بصراحه بس في نفرو في نفروجرافيك فيز في اي في واورال كونتراست شوينج على الليفت سايد بوستيرور برينكمال رينال هايبودنس اريا بولجنج او عامله ريجولاريتي في الكونتور بتاع الليفت كيدني وبرده باينه في الـ في الـ في الالترا ساوند ان هي هايبوكوك اريا عامله ريجولاريتي في هو الحقيقه انا شايف الكونتور بالنسبة لرينا برينكما هي سيكوجين صح ولا ايه؟ كنت فاكره الساينس فات. And this is the renal cortex and here this is the lesion اللي احنا شايفينه in the left kidney. And what do you think? هفكر في malignancy renal cell carcinoma وهفكر في انفاركشن برضه حتى هايبودنس كل الناس تقطعت لك and then renal infarction does not disturb the renal control. The renal infarction is a مثلث والجزء بتاعته to the kidney ومش هيبان ايكوجينيك ان ده الالتراساوند هيبان هايبوكوك ولازم يكون في سبب للانفاركشن وهيبان طالما في deformity of the contour يبقى رينال ماس وفي بعض الماس does not deform the contour اللي هم the early stages of renal cirrhosis. لما احنا اتكلمنا في الكيدني قلنا اشهر ماس في الكيدني على الاطلاق هي رينال سيل كارسينوما and you should consider solid masses in the kidney as renal cell carcinoma until proved otherwise. Otherwise هيبروف ازاي؟ ان يكون العيان عنده ليمفوما فتبقى دي ليمفوما ان العيان يكون عنده برايمري مريض نفسي فتكون دي متاستاسيس معايا. طيب الليمفوما ممكن برضه تطلع عن الكونتور بتاع الكدني؟ طبعا احنا القاعده الاساسيه المشهوره اللي هو اي حد يسالك ينفع تقول ينفع على طول مفيش حاجه في الدنيا ما تنفعش على فكره خلي بالك من الحكايه دي تنفع بس رير اوكي لكن تنفع في الاخر خالص مفيش حاجه بتقف في سكه الكلام اذا there is a renal mass and this mass is bulging from the posterior aspect of the left kidney and is not infiltrating the perineal tract. الكلام بقى اللي هو المهم ان انت طالما شخصت رينال سيل كارسينوما يبقى عاوز تشوف الفات از امبيدد ولا لا، الرينال فين از امبيدد ولا لا،
the renal cell is very clean, زي ما احنا شايفين. This lesion is not going to the fat. It is confined to the kidney and to the capsule. Then, if you look to the renal vein, a lesion predicted an animal, then there is no invasion. And in this area, you see the pancreatic head, and this is the superior mesenteric artery, the vein, and the intestinal loop. And this part of the liver shows no focal lesion. يبقى اتأكدت إن مفيش metastasis. Then, any solid mass in the kidney, you consider renal cell carcinoma until proved otherwise. And whenever you diagnose renal cell carcinoma, لازم الملحقات بتاعتها. لازم على طول فورا تفكر في الملحقات بتاعتها اللي هي invasion of the fat, invasion of the vessels, lymph nodes, and the metastasis in the surrounding area. يعني على قد الفيلم ما انت شايف بص فيه كله عشان تشوف اذا كان فيه metastasis ولا لا. دكتور لو سمحت عاوز تجاوب؟ لا دكتور من فضلك مش عاوزة؟ دكتور الفيلم اللي قبله معلش هو الجزء اللي هو فوق ده هل ده فوكال ليجن تاني ولا ده وقت سيريمال سيستم سيريمال سيستم الكورس اوف ذا يوريتر بيعمل حاجات كتيره جدا.
وانا بحذرك انك هو ده تلاقي اليوريتر داخل لجوه شويه، اول حاجه تهب في دماغك زيت الريتروبريتونيان فايبروزس، which is wrong، لان الريتروبريتونيان فايبروزس لازم لها علامات تانيه كتير، منها ان اليوريتر فعلا يكون ميديال ديفيتد، يعني يكون وصل للسباين، يعني يكون داخل لجوه هنا في النص، ده ان يسير باك بريشر افكت اون ذا كيدنيز، علشان اليوريتر مخنوق في الايه؟ في الفايبروزس. Then this is just a lipid renal vessel. في أسئلة تانية على دي؟ يا دكتور، يعني إيه الفرق بين الدوبلكس كيدني بس والبيفيد رينال بلبس؟ الفرق إن الإكستنشن دوت بيطلع لحد البيفيوتر جنكشن. يعني you can see that the pelvis is two actually. It's not one ولكن هما two. تمام، وهنا الكاليسيال سيستم دوبلكيت. ما يجراش حاجة. ثلاث. البيلفس. الدوبليكيشن دوت او الخط ده يوصل لحد هنا يعني لحد البيت اللي بتفجر ده يجوت دوبليكيشن. اوكي مين اللي عليه دور؟ اتفضل. Thank you.
work your cups, and seems to be like seems to be like Chutney or and samosas. And samosas, he. Because there was an operation for this. اسمه ايه بقى العمليه دي؟ كان في راديكال سيستكتومي اند يوريتريك امبلانتيشن اون ذا انتستين اللي هي يوريت دايفرجن يعني لما بيشيلوا البلادر ديو تو كارسينوما اند يوريترز شود بي امبلانتد ممكن تو ذا سكين ممكن تو ذا ريكتوم ممكن تو ذا سمول انتستين اللي هي تسموها ارتفيشال ارتفيشال This is a CT rocket. كدني يا دكتور الكونتور بتاعها حاسس ان هو ريجولر ولا ده الجهاز بتاع الكولون بول؟ احنا وي كان نوت جاست درينا الكونتور الا لو كان يخرج من عين او كان في نفس توموجرافي الاثنين دول هم اللي احنا معاونينها يعني يكون كونتور واضح جدا بما لا يدع مجال الشك ان هو ليزري لأن لما تيجي في البداية
بيدياتريك هيكون في حاجات كتيرة قوي زي نيوروبلاستوما وخلافه بتطلع حوالين الكدني وعاوز تفرقها من الورمز تيومر، فبتبقى ساين دي اسمها ذا كلو ساين از فيري امبورتنت فور ديفرنشيشن. This is a simple renal cyst category 1 اللي هو clear water contact, paper thin wall, مفيش سيرتيشن، مفيش كالسيفيكيشن، مفيش نيورال نودول، مفيش انهانسمنت. And this is calcification in the subcutaneous area due to اي حاجه previous trauma and calcification. عرفت كلمة فين؟ لا ليه بس جبت كلمة فوق شوية بس مش عارفة ليه كده. And there is a good evidence here in
infection اللي هو الهواء اللي انت شايفه ده. And this is air. ما هوش ميه، لانه لو كان ميه مش ممكن يبان بهذا الوضوح في الوزاره كونتراست. بعد لما حقنا سبله حاجات هنا بانت ما كانتش باينه هنا. These are acidic. لو كانوا simple renal cysts كان لازم يكونوا باينين هنا برضه في الوزاره كونتراست. Then the kidney is swollen and there is air in the renal parenchyma and there is multiple non-enhancing abscesses within the kidney. And if you look to the rota fascia and you see that the fascia is thickened, so the element that an infection and you are dealing with the case of acute pyelonephritis. And you can compare with the normal kidney on the opposite side. And if you have a homogenous nephrogram where perinephric fat is created. لما يكون كتير قوي، لما يكون نقطتين بس وكده، this is معنى infection. لو كان كتير بنسميها physical pain and flux. أوريكم حاجة تانية. اتفضل يا حبيبي. MRI. أيوه. T1. This is T1 and this is T2. نعم. T1. ده T1 وده T2. عشان ال CSF inside the spinal canal is right. And the infinite lesion? High initial high signal intensity. أيوة. How about T1, the same intensity, T1 and T2. أيوة. And then? Basically, parallel heart. Hemorrhagic cyst. Yes. And the cyst which is bright in the T1 and bright in the T2, معناها it contains hemorrhage. And this is hemorrhagic cyst. الهيموراجيك سيست لو كان أقل من 3 سنتي بيبقى أنهي كاتيجوري؟ بقول لك إيه؟ الـ 1 ده هو simple renal cyst اللي ما فيهوش منازع. كاتيجوري 2. لو كان اكثر من 3 سم يبقى 3. طيب الهيموراجيك سيست لو كان اقل من 3 سم يبقى كاتيجوري 2، لو كان اكثر من 3 سم يبقى كاتيجوري 3. لا 3. نعم. عليك محفوظات، ناس كتير يقول لك انا يعني ابص عليه بعد شويه، وناس يقول لك مشي بعد. اتفضل يا دكتور. في جروب كيدني كان لارج وذ ايرجولار اوتلاين في مالتيبل سيست موجودين في الجروب كيدني از ويل از ليفر اند سبلين. اند ذا ليفر انا مش عارف اذا كان السبلين هنا ولا لا. انا نوت شور ذيس از بارت اوف ذا ليفر اولسو. ذيس از سي تي ويز كونتراست اند يو سي مالتيبل سيست ان ذا ليفر اند سيست ان ذا كيدني. وات از ذا نوتس؟ Polycystic disease. Yes. Okay. Follow. IV. Strong right kidney. نمرة 1 structure of the kidneys، نمرة 2 parenchymal calcification. هما دولت
الحاجتين المشهورين جدا في رينال دي بي، وبقيه الحاجات التانيه شبه اي حاجه تانيه، ان الفانكشن تبقى بور وان الانتنسيس تبقى هيزي وان ما اعرفش اليوريتر يبقى جولف لايك والكلام ده كل ده زيه زي اي حاجه تانيه. اتفضل. سي تي اكوري كونتراست الفانسي اللارج رايت كيدني with heterogeneous enhancement. There is focal lesion, hypodense, when it comes right, preserved fat plane, ولا السويلنج هو اللي بيخليها تلف تخلي البلفس بتاعها يعني طب الجلوميريو نيفرايتس ايه الحاجه السبيسيفيك فيها يعني تخلينا نميز بينها وبين البايرو نيفرايتس؟ لا ما عنديش حاجه تميز الجلوميريو نيفرايتس، لكن از يوجوالي منشند ان اكيوت كونديشنز. يعني لو حد سال اكيوت زي ايه تروح تكرر الثلاثه ورا بعض. أي واحدة فيهم تعرف تطلعها كويس للأكيوت بين النفايتس ورينا البنسون لكن الجلومير نفايتس ما عندهاش سبيسيفيك إيميليك مايند أكتر من إن كيكي سوني بول فانكشن نفس بس الجلومير نفايتس كرونيك ما بتعملش الريجولاريتي في الـ في الـ في الـ كرونيك جلومير نفايتس بتصغر الكيكي بس وتخليها بتجيبها في الأرض وتبقى سموس عادي من بره مظبوط. طيب مين اللي عليه دور؟ بيجي
kidney stones in the kidney, and then a good function, and then a thinning of the renal parenchyma, والفات اللي حوالين الكدني is stranded and the rota fascia is thickened. Then what do you think? Meaning the answer is yes, dense granulomatous pyorrhea nephritis, one of the components that could be fat. Like it is, you should know, and then fat is not an essential finding for the diagnosis. Whenever you see a poor functioning kidney with stranding of the perinephric fat and large stones, then you think of dense granulomatous pyorrhea nephritis. And this is a rare variant of chronic pyorrhea nephritis, and it's usually unilateral, sometimes it's bilateral, but in general, it's unilateral, obstructed, infected feet. If you have a bit of it, it's a killer, but it's super important. The infection of amyloidopenia has a number of factors. Enlargement is a feature. يعني جزء من ال من ال من التشخيص ان الكبد تكون كبير وساعات تكون كبيره قوي اكتر من الواحد متخيل. طيب من هذا الدور نفس التسمية بتاعت السيستاتيك سيستيكا. ايه ده؟ لا السيستاتيك سيستيكا بيبقى في السيست
صغيرة في بس ما فيهاش اير، بتبقى فيها فلويد يعني ولا بتبقى ايه؟ ما فيهاش اير ما جيت دولتها. صح؟ فيها ماي. بيت عليكم اتفضل. Multiple cysts.